هبتدي اجهز الكفته. هحط قطع اللحم، حفرم بصل وثوم وحفرم بقدونس. هبتدي اعزائي المشاهدين اشغل مفرمه اللحم. الكفته اصبحت عندي جاهزه، رش قرفه والبهار المشكل، الملح والفلفل الاسود. هخلط الكفته، اجهز الكفته الى اصابع. خطوتنا التاليه اعزائي المشاهدين، هبتدي اضيف الكفته في الزيت، اشوح الكفته، هشيل حبات الكفته، اضيف البصل، اضيف الثوم المهروس والفلفل الاخضر. هقلب كل هالخلطه سوا، حضيف الطماطم، بس تدوب شوي عندي الطماطم مع البصل والثوم، برجع تاني الكفتة إلى الصلصة. الكباب هلا أصبح عندي جاهز. هحط قطعة من ورق الألمنيوم هيك، هحط شوي من أي دهن، وعندي هون قطعة من الفحم، على طول بغطيها والكباب عندي جاهز. لسلق الرز عندي المي عم تغلي، أضيف شوية زيت، ملح، أسقط الرز المنقوع في مي مملح. أثناء ذلك أجهز للكباب، بفرم البصل بهالطريقة هون، أبرش الثوم بنفس الطريقة. هنحتاج شوية الملح، الهيل المطحون، البهار المشكل، شوية كركم، حضيف الفلفل الأسود. ببتدي أدعك البصل مع البهار واللحم، وببتدي أطرقه طرقات قوية بالشكل هذا، أعمله على شكل قرص وأحطه في القلاية اللي أنا مجهزة فيها الزيت. الرز عندي بصفي وأحط زيت، وباخد الرز مباشرة فوق الزيت وأسيبه ربع ساعة. ببتدي هلأ أقطع الكباب، بقلب الكباب لغاية طبعا ما يستوي. طبعا الرز عندي أخذ هالربع ساعة جاهز، بوزع على وشه الزعفران ويبقى عندي جاهز. الكباب عندي هلأ استوى، وتستمتعوا بأطيب كباب. نبتدي نجهز كباب الحلة. هبتدي أحط السمنة، هبتدي أضيف البصل، بقلب البصل على نار قوية لغاية ما يبتدي بس يأخذ لون. هبتدي أضيف الثوم، ببتدي أضيف شوية فلفل، ببتدي أعزائي هلأ أضيف قطع اللحم، ما بدي أضيفهم كليتهم مرة واحدة عشان ما يطلعوا ميتهم، بدي أضيف قطع هيك بالتدريج وأشوح. هضيف بهار وأضيف الفلفل الأسود، استمروا بالتشويح قد ما فيكم لغاية ما يصير بني خالص لونه. ببتدي أضيف هلأ شوية مي وأسيبها على نار هادية حوالي نص ساعة، برجع بفتحها بضيف لها كمان شوية مي، تاخذ لها شي ساعة ونص ساعتين على النار. باخذ قطعة من ورق الفويل وأحط عليها قطرة من الزيت، وعندي هون قطعة من الفحم، بروح أفله، وبعد هيك برش رشة الملح، وتبقى عندي كباب الحلة المبخر جاهز، بنقدمه مع رز بالشعرية.